حمدًا على كل نعمة، ونصلي ونسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعمن سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم، وارضى عنا معهم يا رب العرش العظيم. صحابينا اليوم هو الحجاج بن علاط السلمي البهزي الفهري رضي الله تعالى عنه. اسم جديد أكثر الناس لم يسمع به، ولكن حوادث حياته وما جرى معه فيها فائدة وعظة وعبرة لنا جميعا نحن المسلمين وغير المسلمين أيضا ممن يعقل. هذا الرجل كان يعيش في البوادي مع قومه من بني سليم أو بني فهر، وسليم غير المجموعة التي تنتسب إلى الأنصار، فإن من الأنصار أقواما أيضا ينتسبون إلى سليم، هذا من غيرهم. اسمه الحجاج بن علاط رضي الله تعالى عنه. كان كما أشرت يسكن مع قومه في البوادي، وجاء الإسلام ودعوته الطيبة المباركة، وهذا الرجل لم يكن قد دخل في الإسلام من أول الأمر. وخرج يوما يحدث عما جرى له في حياته وعن كيفية إسلامه. قال: خرجت يوما أنا وقومي في ركب، فانطلقنا نريد مكة، لعلهم كانوا يريدون موسم الحج ليتاجروا فيه، والحج كان معروفا من قبل الإسلام، بل من زمان سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبقي متوارثا وموجودا إلى البعثة النبوية، إلى أن أزال الإسلام ما كان فيه من خطايا وأخطاء. فكان العرب يحجون، لعل هذا الرجل وأصحابه كانوا يقصدون موسم الحج. توجهوا باتجاه مكة، وطريقهم ومكانهم بعيد عنها، فنزلوا يوما من الأيام بواد موحش فاستوحشوا منه، وكان هو أشدهم وحشة لذاك الوقت. فنظر ماذا يفعل، استيقظ في الليل، والمكان كما قلنا مظلم معتم، واستوحش ولم يستطع النوم، فقال: أحرس أصحابي، وجعل ينشد الشعر لعله يسلي نفسه من جهة، ويذهب عن نفسه الوحشة والوسواس من جهة أخرى، يخشى أن يؤذيه شيء من هوام الأرض أو مما كان يعتقده مما سنأتي عليه الآن. فجعل يقول في شعره: أعيذ نفسي وأعيذ صحبي حتى أعود سالما وركبي، أعيذ نفسي وأعيذ صحبي حتى أعود سالما وركبي، وأعيذ وأعوذ وأستعيذ كلها بمعنى، أي بمعنى واحد، ومعناها ألتجئ وأحتمي. لذلك نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي نلتجئ ونحتمي ونكون في جوار الله عز وجل أن يصيبنا من أذى خلقه شيء من الضرر. أما أهل الجاهلية، وكان الحجاج رضي الله عنه قبل أن يسلم منهم، فإنه لما قال هذا الشعر ما كان يقصد رب العالمين، أعيذ نفسي وأعيذ صحبي حتى أعود سالما وركبي، أي من الجن والشياطين، يطلب المعونة والحماية من الجن والشياطين كما كان أهل الجاهلية يفعلون. كانوا إذا مروا بطرق في الصحارى التي يخافون منها يعتقدون أن لكل واد سيدة من الجن، فيقولون: نعوذ برب هذا الوادي، أي بسيد هذا الوادي، نحتمي به، يعني نحن في حمايته، نحن في جواره، أن يصيبنا أذى من باقي الجن، هو سيدهم، فبالتالي يمنع من تحت أمره أن يؤذوننا. هذا كان اعتقادهم. يقول عن نفسه: فلما أنشدت الشعر وأنا مستوحش، إذا بي أسمع صوتا يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال فاقشعرت كل شعرة من بدني. من أين جاءني هذا الصوت؟ وما هذا الكلام؟ ولعله أيضا سمع قوله مناديا، يعني ينادي ويقرأ قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية في سورة الجن تشير كما أوضحنا آنفا إلى أن كثيرا من العرب كان يعتقد أن الجن لهم تسلط على الخلق، وبالتالي هم الذين يحمون من يحتمي بهم ويمنعونه من أذى بعضهم البعض. وأنه كان رجال من الإنس، أي من البشر، الجن المسلمون يحدثون عما يفعله البشر تجاههم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يحتمون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الرهق هو الاستكبار والانتفاخ. الجن الذي يسمع الإنسي يقول: أنا في حمايتك، ينتفخ على أصحابه من الجن ويقول لهم: انظروا إلى الإنس، هم في حمايتنا، هم ضعفاء لا قيمة لهم، يحتمون بنا، فلولا أن أصحاب شأن كبير لما احتموا بنا. فيزداد هذا الجني الذي يحتمي به الإنس من دون الله عز وجل، يزداد رهقا، أي استكبارا والعياذ بالله تعالى، فينال بعد ذلك عذابه وقسطه من عذاب الله عز وجل. فسمع هذه الآية: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا، تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذه الآية طبعا فيها إعجاز قرآني عظيم، وكل آيات الله تعالى معجزة. لا تنفذون، لا تستطيعون اختراق أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان. والسلطان يطلق عند العرب على الأسباب، يعني لا تستطيعون اختراق أقطار السماوات والأرض إلا بأسباب يهيئها الله سبحانه وتعالى لكم. لذلك في عصورنا لما وصلوا إلى الكواكب وكذا، كيف يرفعون أيديهم فيطيرون؟ لا، بسلطان، وهي الوسائل. لما سمع هذه الآية تأثر تأثرا شديدا ولم يدري من قالها. طبعا هذه التي قالها يبدو أنه من الجن المؤمن، الذي قالها أحد الجن المؤمنين، لذلك أخرجها ابن أبي الدنيا في كتابه هواتف الجن، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الحجاج في الإصابة. سمع هذا الكلام لم يدري من قاله. لما استيقظ قومه أخبرهم بما سمع، قالوا: عجبا، امضي بنا امضي بنا. مضوا حتى جاءوا مكة، فدخلوا إليها فحدث بعض أهلها بهذا الذي جرى لها، فقالوا له: يا أبا فلان، أنت سمعت مثل هذا؟ فقال: نعم. قالوا: هذا مما كان يقرأه محمد على أصحابه. فمن يومها وقع في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، أجمع في نفسه على الإسلام، لكنه لم يخبر أحدا بذلك. قضى حاجته بمكة هو وأصحابه، وعادوا إلى ديار قومهم. لم يلبث إلا قليلا حتى انطلق من ديار قومه إلى المدينة ليعلن إسلامه. فلما اقترب من المدينة سأل: أمحمد هاهنا؟ قالوا له: قد خرج إلى خيبر. وكان ذلك عند فتح خيبر، عند غزوة خيبر، وافق وصوله غزوة خيبر. فمضى حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وخيبر ليست قريبة من المدينة، خيبر تقريبا 160 كيلومتر عن المدينة المنورة. فانطلق حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فأخبره بما جرى له، ووقف أمامه فأعلن إسلامه. فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث مدة يسيرة يتعلم الخير. ثم وقع في نفسه أمر مهم. هذا الرجل صحابينا، إذن القصة الأولى التي استفدناها يا أيها الأحبة من قصته، أو الفائدة والعبرة الأولى،
هي هذه المسألة المهمة، أن الإنسان إنما يلتجئ ويتوكل ويعتمد ويحتمي بالله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يلتفت إلى أحد لا من البشر ولا من الجن ولا من أي الخلق، وإنما توكله على الله عز وجل خالصا. إلى فترة بسيطة ومدة قريبة كانت بعض الأمهات إذا صبت في البيت ماء ساخنا تقول دستور يا حاضرين، لعل كثيرا منكم كان يسمع هذا، وبعض النساء إلى الآن يقولون مثل هذا الكلام. دستور بمعنى حماية، يا حاضرين من الحاضرون؟ قالوا الجن. إذن أنت تستعيذين بهم من دون الله؟ هذه الآية التي تنهى عن ذلك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سبحان الله. قال ما نقول شيئا، وبخاصة حينما يصب الماء الساخن وكذا وكذا، لا قولوا شيئا، قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احتمي بالله، لا تحتمي بالخلق ولو كانوا جنا أو إنسا أو ملائكة أو أيا كانوا، احتمي بالذي خلقهم. أنت تلتجئ إلى الذي خلقهم ثم يقع في قلبك شك أنه لا يحميك؟ حاشا لله. فهذه قضية مهمة ينبغي للعبد المؤمن أن يلحظها حينما يستعيذ بالله، حينما يقول أعوذ بالله، فإنما تطلب الحماية من الله، فكن على يقين من أنه يجيب لك دعاءك. وصل المدينة فأسلم لما كان المسلمون بخيبر ورأى فتحهم وانتصارهم فيها، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى مكة، فسأله لما؟ لأن أنت جئت من قريب من مكة تريد العودة؟ قال يا نبي الله إن لي مالا بمكة تركته عند الناس، كان الرجل يشتغل بالتجارة فترك قسما من ماله بين الناس من بيع وشراء وما إلى ذلك، ترك قسما من ماله موجودا بين أهل مكة، يعني كما يقال في بطون المدينين، كما أنه وضع قسما من ماله عند زوجته، وكان قد تزوج من أهل مكة، كانت زوجته إحدى النساء من أهل مكة، فقال يا نبي الله إن لي مالا بمكة ومتاعا متفرقا بين أظهرها، فهل تأذن لي أن أخرج فأطلبه؟ قال أخرج. قال وتأذن لي أن أتكلم؟ قال نعم. قال وفيك؟ قال وفي. قال إيش هذا؟ إيش عم يستأذن؟ يريد الرجل أن يخرج إلى مكة ليسترد ماله، هذا أمر طبيعي، لأن تأذن لي أن أتكلم، أتكلم بماذا؟ يعني سأقول كلاما غير صادق، لأنهم إن عرفوا أنني أسلمت سيقتلونني بدل أن يردوا علي المال. من سيرد علي المال؟ سيأكلونه علي مباشرة. فتأذن لي أن أقول كلاما يعني غير صادق؟ قال نعم. قال وفيك؟ عنك سأقول عنك كلاما غير صحيح. قال وفي. وفي. قال سيدنا رسول الله في الحديث الشهير الحرب خدعة، في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يتوصل بها إلى حق مؤكد إلا بكذب، يؤذن له في الكذب في مثل هذا بقدر الحاجة والضرورة، وينطلق الرجل. قال حتى إذا قدمت مكة إذا بأقوام من أهلها قد خرجوا إلى ظاهرها يستطلعون الخبر. قال أي خبر؟ ماذا يستطلعون؟ هم قد سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج لقتال اليهود بخيبر، وهم يعرفون أن أهل خيبر كانوا أهل القوة والمنعة، واليهود عبر العصور من زمان أنبيائهم كانوا أهل إعداد شديد من المال والسلاح، وكانوا يخشون على أنفسهم فيتحصنون، دوما يحبون أن يتحصنوا، كانت خيبر حصينة جدا، فكان المشركون من أهل مكة يتوقعون أن يخسر المسلمون بأرض خيبر، فيتوقعون أن تصيبهم هزيمة شديدة فيفرحون لذلك ويشمتون بالمسلمين. قال فرأيت بعض أهل مكة قد خرجوا يستطلعون الخبر، فقالوا الحجاج أنت، الخبر عندك، لا بد أنك تعلم ما الذي جرى لهذا الرجل وأصحابه. قال نعم الخبر عندي، عندي الخبر.
قال فانطلقوا بي يحفون براحلتي حفا، حولي، يمشون حوله ويسمعون. ما تقول؟ قال ما أقول لكم، لو تعلمون ما جرى، هزم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هزيمة منكرة لم يسمع بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا وأسر هو أسرا. وقال اليهود إنهم لن يقتلوه، وإنما سيبقونه معهم حتى يدفعوه إليكم، حتى تقتلوه قصاصا بمن قتل من أبنائكم في حروبكم. فقالوا هذا، قال هذا، قالوا ما جاءنا مبشر بمثل بشارتك. إيش البشارة؟ هذه هي البشارة الحقيقية. قال فقلت لهم إذن فأعينوني في أخذ مالي، المال الذي كان مفرقا له في بطون الناس. قال فأعانوني مع إعانة ما رأيت مثلها أبدا، كنت آتي إلى الرجل فأخبره الخبر فيعطيني مالي كله ويرده علي ولا ينقصني شيئا. قال فاسترد ماله كله من بطون التجار، ثم قدم إلى زوجته فسألته عن الخبر فأخبرها، فقال هاتي المال الذي أودعته عندك، وكانت كافرة. قال فأخرجت كل المال الذي أودعته عندها فأعطتني، فأخذته حتى إذا حزت مالي كله إذا بالعباس بن عبد المطلب يقدم إلي ووجهه متغير. سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه من بعد كان في بداية الأمر على الكفر ثم أسلم بعد ذلك، لكن اختلف أهل العلم متى أسلم تحقيقا وتأكيدا. كان العباس رضي الله عنه قد خرج مع المشركين يوم بدر وقاتل معهم وأكرهوهم على ذلك، وما كان يريد الخروج، أكرهوا وأسر، وأطلق رسول الله سراحه بالمال، أخذ منه مالا مضاعفا، يعني أخذ من الأسرى كي لا يقال أخذ من الأسرى ولم يأخذ من عمه، أخذ من عمه ومالا أكثر. من وراء هذه الحادثة بدأ تأثر العباس رضي الله عنه بالإسلام، فقيل إنه أسلم من وراء غزوة بدر من بعدها يعني، وأخفى إسلامه، وقيل إنه تأخر بعد ذلك، وقيل إنه أسلم يوم فتح مكة، الله أعلم بالحقيقة. لكنه منذ أن كانت غزوة بدر وأسر ورأى المسلمين وشأنهم تأثر وانكسر ما كان في قلبه من الشرك القديم. هذا الآن، هذه الحادثة، إذن العباس رضي الله عنه ليس مستعلنا بإسلامه، إن قلنا كما قال بعض أهل العلم قد أسلم لكنه مخفر لإسلامه، أو أسلم بعد ذلك في فتح مكة. على كل، تأثر، سمع أن المسلمين قد كسروا وأن رسول الله قد أسر، تأثر، جاء إلى الحجاج ليتأكد من الخبر. قال فدخل إلي فقال يا حجاج حق ما تقول؟ قلت مالي عندك يا أبا الفضل ترده لي؟ يريد أن يصنع شيئا، لأنه إن صرح أمامه أو تكلم يعني سيفضح القضية كلها، والعباس رضي الله عنه لا يدري ما الذي يصنعه الحجاج. فقلت له يا أبا الفضل إن مالي عندك ترده لي؟ فكأنه تفطن، قال نعم. قال إذن موعدك الليل، آتيك لترد مالي. فتواعدا عند الليل، فجاء الحجاج إلى العباس فقال العباس حق ما تقول؟ قال لا يا عباس، لا والذي بعث ابن أخيك بالحق. قال وأسلمت؟ قال وأسلمت، أنا مسلم. قال ما جرى؟ قال لو تعلم ما جرى، لقد أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذا، هم الذين أخذوا اليهود وقتلوا فيهم قتلا منكرا، وتركت ابن أخيك عروسا على ابنة ملكهم. تزوج سيدنا رسول الله بصفية بنت حيي بن أخطم زعيم بني، نعم، بني أهل خيبر، وهو في الأصل زعيم بني النضير، وانتقل بعد ذلك ليسكن في خيبر. قال حق ما تقول؟ قال حق، ولكني أردت أن آتي فأقبض مالي الذي عندهم بمكة، فعرفت أنهم إن عرفوا بإسلامي لا يردونه لي، فأخبرتهم بذلك.
فاكتم عني أبا الفضل حتى إذا خرجت ثلاثة فقل ما شئت. وينطلق الحجاج رضي الله عنه بعد أن استرد ماله كله، ينطلق عائدا إلى المدينة. وأما العباس رضي الله تعالى عنه فإنه يمكث ثلاثا كما وعد الحجاج حتى يبتعد ولا يستطيع أحد اللحاق به، حتى إذا كان بعد ثلاث لبس حلة جميلة وخرج يطوف في الكعب بالكعبة. وكانوا يرون فيه التأثر، الآن يلبس حلة جميلة يعني ثوب جديد ويطوف بالكعبة، فرآه بعض المشركين قالوا نعم تجلد الرجل لابن أخيه، عم قوي حاله مشان ما يظهر يعني الخسارة التي نالها ابن أخيه، تجلد الرجل لابن أخيه. فلما فرغ العباس من طوافه التفت إليهم قال ألا إن ابن أخي قد كسر اليهود بخيبر وإنه تزوج ابنة ملكهم. قالوا ما تقول يا عباس أجننت؟ قال لا. قالوا فمن أخبرك؟ قال الذي أخبركم. أخبرني الذي أخبركم. قالوا الحجاج؟ قال الحجاج. قالوا أما والله لو عرفنا به لفعلنا لفعلنا وفعلنا، جاء بنا فأخذ ماله ثم مضى. وكان الحجاج رضي الله تعالى عنه قد مضى، وجاءهم الخبر المؤكد بعد هذا، وصلت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر يوم خيبر نصرا مؤزرا. ويرجع الحجاج رضي الله عنه فيقيم بأرض المدينة حتى إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في سبيل الله مع الذين خرجوا إلى بلاد الشام، فمكث مقيما بحمص. وفي زمان خلافة عمر رضي الله عنه أرسل إلى أهل الشام أرسلوا إلي من أشرافكم ليكلموني في شأن بلادكم ويخبروني عنها. فكان من جملة من أرسلوا إليه بالحجاج بن علاط رضي الله تعالى عنه. قال بعض أهل العلم ثم إنه توفي في خلافة عمر، وقال بعضهم لا، بل تأخرت وفاته إلى زمان علي رضي الله تعالى عنه حتى شهد معه يوم الجمل. والله تعالى أعلم بذلك، في قصته عبرة وعظة لمن كان له قلب. أسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين.